النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. خصصت اللجنة المنظمة لمعرض جايتكس جلوبال الذي أقيم في إمارة دبي حلقات نقاشية لاستعراض الخطوات الواسعة التي حققتها مملكة البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والصناعة والخدمات المالية والمصرفية وغيرها، مع التركيز بشكل خاص على جهود المملكة في بناء قدرات الطاقات والكفاءة البحرينية وتأهيلها ودمجها في هذا المجال. ونظم هذه وكل من جمعية البحرين للشركات التقنية وشركة وورك سمارت لإدارة الفعاليات بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي. وعقدت الندوة بعنوان يوم الابتكار البحريني، وحرص المنظمون بشكل خاص على إدماج الطلبة المشاركين في منصة الأعمال العالمية بجايتكس جلوبال هذا العام ضمن فعالية يوم الابتكار العالمي، وذلك بما يضمن حصولهم على أقصى فائدة ممكنة من محتوى هذا الحدث. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا إنجاز مرحلي هام في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، تمثل في وصول توربين الغازي من طراز M701JAC من شركة ميتسوبيشي باور. ويعد هذا التوربين الأول من نوعه في العالم الذي تم تصنيعه خصيصا للاستخدام في مصاهر الألمنيوم الأولي، والذي يتم تركيبه في مملكة البحرين. ويتميز توربين الغازي JAC وهو الطراز الذي يعمل بتقنية التبريد بالهواء من فئة جي للتوربينات الغازية والبخارية بقدرة إنتاجية تبلغ 680.9 ميجاوات من الطاقة باستخدام تقنية الدورة المركبة وبقدرة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالتوربينات والغليات التقليدية التي تعمل بالفحم حول العالم. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث عن الأسواق المالية العالمية يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من إمارة دبي السيف جوزيف ظاهرية، استراتيجي الأسواق في تكمل. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية، وبداية كيف ترون تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق المالية العالمية؟ شكرا للاستضافة. بالطبع التوترات الجيوسياسية طبعا بتأثر على الأسواق المالية بشكل مباشر، ولما نتكلم نحن على المستثمرين في أسواق المال بيصير في عنده نوع من الكابيتال روتيشن أو دوران رأس المال. هذا يعني أن المستثمر يخرج من الأصول الخطرة أو عالية المخاطر ويتجه أكثر إلى الاستثمارات الآمنة أو كملذات آمنة مثل الذهب طبعا والنفط بعض الأحيان الذي يلقب بالذهب الأسود. فمثل ما لاحظنا بالفترة الأخيرة عن بداية التوترات الجيوسياسية أن أسعار أونصة الذهب ابتدت ترتفع والمكاسب كانت ضخمة. فهذا الموضوع الأساسي يعني بالتوترات الجيوسياسية. وبالإضافة إلى هذا الموضوع لما نتكلم نحن على توترات نتكلم أيضا على سوق السندات اللي بيشهد بعض الضغوطات أيضا، سواء سندات اللي هي طبعا قصيرة الأجل وحتى طويلة الأجل لما نتكلم عالميا أيضا، وخصوصا العوائد على السندات أو السندات اللي هي تابعة للدولة نفسها أو للمحيط لطبعا للتوترات الجيوسياسية. نعم أستاذ، كيف ترون توجه السياسة النقدية الأمريكية؟ بالنسبة للسياسة النقدية الأمريكية يعني هو الفدرال الأمريكي أو جيروم باول عم يقوم بالفترات الأخيرة كان داتا ديبندنت أو متكل على البيانات بشكل أو آخر لمحاربة معدلة التضخم اللي هو الموضوع الأساسي بالنسبة له. فلما نتكلم نحن على معدلات التضخم فعنا عدد دوافع أو كاتاليست أو محركات بتأثر على التضخم بشكل مباشر. أحد الأمور الأساسية اللي هي طبعا أسعار الطاقة، كل ما تكون أسعار الطاقة عم ترتفع كل ما تعزز من التضخم. عم نتكلم نحن على الجازلاين برايسز أو نتكلم على الوصول التضخم إلى المستهلك بشكل أو آخر. فبالطبع محاربة أو رفع معدلات الفائدة بالفترات الأخيرة كنا عم نشهد أنه معدلات التضخم ابتدت تتراجع من ما يقارب 9% إلى ما يقارب 3.6% في الولايات المتحدة. بالمرحلة طبعا القادمة الفدرال الأمريكي بده يكون الأنظار طبعا على موضوع الركود الاقتصادي، لأنه لما نرفع معدلات الفائدة هذا الموضوع بيؤدي إلى التباطؤ بالاقتصاد،
معدلات فائدة مرتفعة بيعني lending و borrowing cost أعلى، هذا يعني أنه بطاقات الائتمان رح تكون التكلفة عليها أكثر، حتى إذا الشركات بدها تأخذ قروض من البنك رح تكون تكلفتها أعلى. نعم. فهذا بيعني حركة اقتصادية أقل، وبالتالي طبعا نوصل إلى ركود اقتصادي أو نوع من التباطؤ. السيد جوزيف ظاهرية، استراتيجي الأسواق في تكمل، كنت معنا من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.